مهم اكثر هو الجانب الحقوقي، بمعنى ان حقوق الانسان مرات من الاجيال، الشيء الاول الحقوق الفرديه، الجيل الثاني حقوق الانسان هو الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. كنجيو للجيل ديال الرابع، هو الجيل ديال الجيل الثالث ديال الحقوق البيئيه، بمعنى الحق في البيئه، بمعنى الحق في بيئه سليمه، على اساس ان البيئه هي اساس الحياه واساس التنميه المستدامه. وبالتالي نشتغلوا يعني الشغل على البيئه على مستويين، المستوى ديال التحسيس يعني في المجتمع المدني، وايضا على مستوى الترافع مع الجهات الاخرى اللي هي كتخترق وكتعمل على الانتهاك ديال الحق البيئي.